أخطاء خطيرة ترتكبونها في الحمام. نعم، أنتم ترتكبون أخطاء في الحمام من دون أن تعرفوا ما هي. أنت تستعمل الطراد وغطاء المرحاض مرفوعاً. عندما تطرد الماء الأوساخ التي في المرحاض، تتطاير البكتيريا خارجة لتغطي كل ما حول المرحاض بطبقة رقيقة من القذارة. جرب هذا بدلاً من ذلك، إغلاق غطاء المرحاض قبل أن تتدفق الماء داخله. أنت تجفف نفسك بقوة غير مطلوبة. إن تجفيف جسمك بقوة بواسطة منشفة يمكن أن يجعل البشرة جافة، مما يسبب مشاكل جلدية. جرب هذا بدلاً من ذلك، ربط بالمنشفة وبلطف على جسمك بعد الاستحمام من الأعلى إلى الأسفل. أنت تفرط في غسل شعرك بالشامبو. إن غسل الشعر المتكرر بالشامبو كل يوم يجفف الشعر، لأنه يجرده من طبقة الزيوت الطبيعية الضرورية للتمتع بالشعر. جرب هذا بدلاً من ذلك، اغسل شعرك بالشامبو مرتين كحد أقصى. تهمل نظافة فرشاة الأسنان الخاصة بك. وجدت دراسة أن فرشاة الأسنان تحتوي على حوالي 10 ملايين جرثومة بما في ذلك الإيكولاي. جرب هذا بدلاً من ذلك، مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع ضع فرشاة الأسنان في الميكروويف لمدة 10 ثواني، أو طهرها كل يوم بسائل مطهر كالذي تستعمله للمضمضة. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.